الناس كيفكم؟ يوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا عم نلعب ساكورا سكول سيميليتر، واليوم يا جماعه راح نستكشف مدرسه جديده ابتدائيه في لعبة ساكورا سكول. انه يا جماعه اوريدي عندنا ثانويه، اوريدي شفنا جامعه، اليوم لازم نشوف مدرسه. شو اسمه؟ ايوه مدرسة ابتدائية. بس جايز قبل ما نبلش هالفيديو، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكذا. المهم جايز قبل ما نبلش هالفيديو اشتركوا بالقناة كمان، حطوا لايك الفيديو. بس هلا خلينا نبلش. المهم ما ادري ليه صارت هاي اللعبة هاي سريعة. واو استنوا رح نحس كأنه حقيقية. استنوا شوفوا يا جماعة رح نعمل كذا سبجكتيف كاميرا. او ما في دارة، كيف اسوي سبجكتيف كاميرا بداخل هاللعبة؟ Subjective camera. بدي اشوف ايش بتشوف هي قدامها. ما يمكن جا لانه بيعرفوا لازم ندفع عشان نشوف هذا المنظر. بس anyway خلينا نروح جايز نشوف المدرسة. الصراحة حسيت بدوخة، متأكدة هلا شخصيتي حاسة بدوخة. بس anyway طبعا يا جماعة زي ما بتعرفوا هذه الثانوية تبع ساكورا سكول سيميليتر. هلا خليني اورجيكم ابتدائية. زي ما بتعرفوا هذا المكان الموجود هون كان مغلوق 100% بس يا جماعة انفتح. هون مكتوبة كتابة ما ادري شو هي، خلينا نترجمها. طبعا خطوات لازم نعمل سكرين شوتس اوكي عشان يطلع لنا الكلام اللي هون. هلا خلينا نروح نترجم الكلام المكتوب هون. اعتقد مكتوب بالصينية او اليابانية، مدري ايش هاد، بس خلينا نشوف. شوفوا يا جماعة هذه الترجمة، مدرسة ساكورا الاعدادية، وليكو كمان هنيك مدري هل بيبين لكم، بس مكتوب كمان مدرسة ساكورا الاعدادية، يعني هذه هي المدرسة تبع الاعدادية. شايفين ترجمتها بجوجل. ترجمة جوجل مدرسة ساكورا الاعدادية. المهم هاي طبعا هي مدرسة الاعدادية، بس رح تقولوا لي كيف هي مدرسة وكتير صغيرة ومدري شو. خلي وجهيكم طبعا شوفوا معي المكان كيف صغير، بس على فكرة يعني مساحة كثير كبيرة، يعني بيقدروا يهدموا كل هالبنايات الموجودة هون ويعملوا مدرسة أكبر. استنوا إيش هاي البناية الموجودة هون، شو هاد؟ هذا البيت تبع الولد. بس المهم خلينا جايز ندخل على هاي المدرسة صغيرة. شو مدرسة شو صغيرة، يعني طبعا نصعد بنلاقي بوابة بتنفتح، سبحان الله كثير حلوة، مكان مبين كأنه مسجن، أقصد سجن. فليكو يا جماعة هون في كراسي مدري، بعدين هون بنلاقي أقسام. ليكو هذا القسم الأول بيبين كأنه الدعم أوكي، كأنه ليكو هون كمان قسم ثاني أعتقد، خلاص في قسمين خلاص، يعني ساكورا سكول قالوا لنا خلاص تلاميذ الإعدادي إيش بدكم أكثر، خلاص قسمين خلاص بكفي، ما في حتى مساحة للأستاذ. شوفوا جايز المدرسة الثانوية كبيرة كثير كثير كثير، يعني شوفوا فيها مسبح أكبر من المدرسة الإعدادية. هذا مسبح؟ أيوه هذا هو المسبح. بعدين ليكو هون في مكان ما بشوف، ما عمري ولا شفت حدا بيلعب هاي اللعبة، هاي باللعبة يعني عن جد عمري شفت حدا بيلعب هادي في ساكورا. لو بتعرفوا متى بيلعبوها اكتبوا لي بالتعليقات. بس هم ليكو كمان المكان اللي بيلعبوا فيه كرة وكذا، يعني مكان كثير كبير ما شاء الله. فالمساحات واو. كمان الداخل صراحة مدرسة الداخل ما بحبها كثير، بس برا بتجنن. بس ليكو جايز اقسام، يعني كيف في كثير مقاعد، في يعني مكان اللي جالس هون من جد الاستاذ لازم يعمل مايكروفون عشان نسمعه. ليكو هذا مقعد تبعي خلينا ندرس وكذا، شايفين. المهم فهلا يا جماعة هذيك مدرسة إعدادية تبع ساكورا. هلا ما تقولوا إنها صغيرة كثير وكذا، لساتها مانها موجودة أصلا حتى بالمنيو، يعني مش موجودة هون بهذا المكان بالقائمة تبع الأماكن، لأنه لساتها يعني ما بتعتبر كاملة. سو ما تخافوا يا جماعة، لعبة ساكورا سكول سيميليتر راح يكملوا هذا المكان وراح تصير مدرسة كبيرة إن شاء الله، يعني بس بهالمساحة ممكن يعني يهدموا هاي البناية اللي جنبها لأنه ما عندها ولا فائدة، بس موجودة هون رح يهدموها. ممكن يغيروا كده الشكل تبع اللعبة بهذا المكان ويخلوا مدرسة إعدادية كبيرة. متأكدة من هذا الشيء، متأكدة حيعملوا مدرسة إعدادية. ليكو شكلها كثير كثير، لا بس المدرسة الثانوية كثير كبيرة كثير بتجنن. سو يعني بيقدروا يصنعوا اشي افضل لانه اللعبة تطورت وكثير اشياء. سو متأكدة كثير كثير من هذا الشيء. ضربتني سيارة قدام المدرسة، بس ما تخافوا في حل. استنوا بس اول شيء لازم انتقم،
أنا بشخصية الولد رح انتقم، لأنه هاي السيارة ضربتني وقتلت شخصية تبع البنت تبعي. سو ليكو حسرق له سيارته، حمل الشرطة أوف ورح أقتله. انتظروا هلأ بقتله. استنوا أوه ما رحت الشرطة يا حرام. أنا هلأ بضربه وبقتله. وي شفتوا جايز كيف قتلته؟ المهم هلأ خلينا نروح ننقذ شخصيتي تبع البنت. حتى لو ماتت، لا في ساكورا ما في اشي مستحيل، رح ارجع الحياة. شوفوا شكلي، شوفوا كيف مت يا حرام وخلاني بالشارع. طبعا كده بناخد شخصيتنا وبناخدها عند الدكتور وبنعمل ريفايف، ويا هيني رجعت على الحياة امريكا يا هلو. خلينا نضرب الدكتور. يا عم والله ما كان بدي اضربك، ولا ما كان بدي اضربك، كان بدي اضرب بس الدكتور عشان رجعني على الحياة. يعني بدي اشكره ونسيت كيف اشكر، لانه بس هلا رجعت على الحياة. ليه بتضربني؟ ترى بس رجعت من الحياة يا عم. اسفة سوري. استنى الدكتور لازم يعافيني. المهم طبعا خلص اوكي. المهم هلا يا جماعة خلينا نصنع اعدادية خاصة فينا. خلينا نعمل كود تبع مدرسة إعدادية، نشوف كيف الناس بيصنعوا مدارس. لأنه في ساكورا أنتوا بتقدروا تصنعوا أماكن خاصة فيكم، أكيد رح يكونوا صانعين مدرسة إعدادية. سو خلي جايز نشوف كود تبع مدرسة إعدادية. يا جماعة أو ماي جاد سوري، ما لقيت كود تبع مدرسة إعدادية بالضبط، بس لقيت كودات مدارس. سو خلي أعطيكم جايز كودات تبع مدارس حلوة كتير. أوكي بس جماعة لقيت كودات تبع مدارس اللي بياخدوا نفس هاي المدرسة هاي وبيضيفوا عليها اشياء، يعني ما حبيت. اوكي جماعة هذا رح يكون فيه كودين. سو ليكو هذا والكود الاول رح تدخلوه. استنوا انا اصلا دخلته. بعدين رح تضغطوا على add to bookmark وبالقلب او اشي زي هيك، مدري جايز بس مهم وينه. ايوه هيو هون. طبعا ليكو هلا المدرسة زي كذا بس مانها مكتملة، لازمنا كود ثاني. سو رح تحطوا الكود الثاني اللي هو انتظروا اللي هو what is that. اوكي 4 6 1 6 1 6 3 0 1 8 8 5 8 7 30. راسي بيصير كيف بدي اقول نو تضروا اخطأت بشيء. يا الله اوكي خلينا نحط هذا كوبي. المهم هلا عملنا كود ثاني، بس ايش لازم نعمل؟ لازم نرجع الكود الاول. استنى حنرجع الكود الثاني الاول اقصد، هذا هو اعتقد. خلينا نشوف. ايوه اوكي هذا الكود الاول. ايش راح تعمل؟ راح تحفظوه هون. صار احفظه هون، راح اكتب سكول. كتبتها خاطئه بس بعد اوكي هلا صارت خاطئه. What do you mean there is no props دانا؟ استنى حول دانا تجي تساعدني. لانه what is this. اوكي اخيرا صارت المدرسه جاهزه. او ماي جود طبعا ليكو هذه ممكن زي هيك تكون مدرسه اعداديه، لانه هذه صغيره وكذا يعني بتحسوا واو. المهم شوفوا يا جماعه ايش يعني، فيها اللوكرز او بينفتحوا كمان. ذات سو كيوت حبيت. اوكي شوفوا في كمان اقسام. ليكو كيف شكلها؟ يعني بتشبه المدرسه الثانيه الثانويه، فهذا الشيء رائع صراحه. في كثير اشياء كمان، حمام تبع البنات. ليكو فاضيين. المهم اعتقد ما زبط معي الكودات، بس المهم شوفوا جايز كثير حلو المكان، حلو المدرسة وكذا. ف ياب ان شاء الله يعني يضيفوا المدرسة الاعدادية، لانه احنا كمان بدنا حقوقنا. just joking. anyways بحبكم كثير يا جماعة. ليش هدول الدرج ما بدهم يخلصوا؟ هاي المدرسة هاي مانها مكتملة. ما علينا جايز بحبكم كثير، ننتقل ان شاء الله فيديو جاي. باي.